أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكن طيبات إن شاء الله؟ استعدادنا للتطبيقات جيد إن شاء الله؟ طيب عظيم. إذا كنا قد تحدثنا في محاضراتنا النظرية حول مسائل الحمل وميراث الحمل، قلنا إنه الحمل له ثلاث أو خمس حالات اللي فيها إشكال في التوريث، فقط الحالة الرابعة والخامسة، لأنه أول ثلاث حالات لا إشكال في اعتبار الحمل ذكرا أو أنثى. الحالة الأولى كنا بنعتبر الحمل محجوب بكلتا اعتباريه، وبالتالي سواء جاء ذكرا أو أنثى في الحالتين محجوب، معنى الكلام أنه تكون قسمة نهائية لباقي الورثة ولا إشكال في مثل هذه الحالة. أيضا بالنسبة للحالة الثانية قلنا لا إشكال في توريث الحمل، باعتبار أن الحمل سيأخذ جميع التركة سواء كان ذكرا أو أنثى، إما لأنه موجود لوحده أو كان موجود ضمن ورثة آخرين لكنهم محجوبين به، وبناء على ذلك فلا إشكال أيضا هنا، وهذا يعني أننا سنوقف التركة إلى حين مجيء الحمل، فسواء جاء ذكرا أو أنثى فسيستحق جميع التركة إما بالتعصيب وإما بالفرض والرد. الحالة الثالثة أيضا لا إشكال في توريث الحمل، باعتبار أنه موجود ضمن عدد من الورثة ويرث بكلتا احتماليه، لكن لا يختلف نصيبه في حال عن حال أخرى، بمعنى سواء كان ذكرا أو أنثى فنصيبه لن يتغير، ومثل هذه الحالة أيضا لا إشكال في توريث الحمل. كأن يكون الحمل مثلا خلينا نقول انه الحامل كانت زوجة اب حامل، يعني عندنا مثلا اخت شقيقة واثنين اخ لام مثلا وزوجة اب حامل مثلا. انا بدأت مباشرة بمثل هذا المثال باعتبار انه تطبيقاتنا حتكون على الحالة الرابعة والخامسة، لانه ما في اشكال في مثل هذه الحالة، وبالتالي ما في داعي نطبق عليها صدقا يعني. لذلك على السريع هذا مثال على الحالة الثالثة التي لن يختلف فيها نصيب الحمل سواء كان ذكرا أو أنثى، فبدنا نعمل مثلا هنا حالتين أو مسألتين عفوا، أخت شقيقة واثنين أخ لأم، وطبعا هان الحمل حيكون أخ لأب باعتبار الذكورة، وباعتبار الأنوثة عندنا أخت شقيقة واثنين أخ لأم وأخت لأب. فلاحظي معايا أنه هنا الأخت الشقيقة حتاخذ فرضها وهو النصف، والإخوة لأم ثلث لأنهم عدد، وهذا هو العصبة، فالمسألة من ستة هنا ثلاثة واثنين يبقى واحد للحمل. في اعتبار أو على اعتبار الأنوثة الشقيقة تأخذ النصف، والإخوة لأم يأخذون الثلث، والأخت لأب لها أيضا السدس. المسألة من ستة هنا ثلاثة وهنا اثنين وهنا واحد، فبنلاحظ أنه لم يختلف نصيب الحمل في حال عن أخرى، أيضا أنصبة باقي الورثة لم تختلف، وبالتالي قسمتنا راح تكون قسمة نهائية، ومثل هذه الحالة لا إشكال في توريث الحمل ولا توريث باقي الورثة، فالجميع يأخذ نصيبه النهائي وتكون قسمتنا نهائية، بمعنى لا تعاد القسمة بعد مجيء الحمل، لأنه تبين لنا أن نصيبه كما هو سواء كان ذكرا أو أنثى. نيجي الآن تطبيقاتنا حول الحالة الرابعة والخامسة. قلنا الرابعة إنه قد يكون وارث باعتبار دون اعتبار آخر، والحالة الخامسة أن يرث بكلتا الاعتبارين لكن أو بكلتا الحالتين، لكن نصيبه في حالة يختلف عن الحالة الأخرى. هنا نعامل الحمل كما سبق وأن قلنا بالأفضل، بينما باقي الورثة نعاملهم بالأسوأ. نشوف
نأخذ مثال على ذلك، وليكن مثلا زوجة وجدة وجد وابن ابن وزوجة ابن ابن حامل. ايش حنعمل يا نعمة؟ ماشي، نعمة بتقولنا شغلة يا جماعة، والشغلة اللي طرحتها نعمة مصيبة لو احنا بدنا نفهم زي كده. نعمة بتقول انه في عندي جد، معناته بدي اشوف الجد ايش بيستحق. كلام انه الجد شو بيستحق حينما يوجد معه اشقاء او اخوة لأب، اخوة جد واخوة، هذا الميراث. هنا ما في عندي اخوة، لا اتحدث عن ميراث الجد مع الاخوة، فما حدا يقع مثل ما نعمة وقعت. ركزوا معايا. يلا يا نعمة تفضلي. لا، هنا بدنا نعمل اول شيء مسألتين، زوجة وجدة وجد ابن ابن وابن ابن ابن. تمام، وهان عفوا، وابن ابن. تمام، يعني اثنين ابن ابن، هنا اثنين ابن ابن. نيجي لفرض الأنوثة، عندنا زوجة وجدة وجد وابن ابن وبنت ابن. تمام، بنحل حل طبيعي، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والجدة لها السدس، والجد أيضا سدس لوجود الفرع المذكر، وهدول هم من العصبة. فالمسألة من 24، فالزوجة إلها 3 والجدة إلها 4 والجد إله 4، هي صار عندي 11، فبضل عندي 13 لاثنين ابن. فمعناته المسألة فيها انكسار، فبدنا ايش؟ نصحح. فبنضرب في شو؟ في 2، فتصير المسألة من 48، هنا 6 وهنا 8 وهنا ايضا 8 وهنا 26. حيكون 26 13 للابن اللي كان موجود قبل، و13 لمين؟ للحمل. 13 هاي لمين يا نعمة؟ للحمل. تمام، نيجي نحلها بالاعتبار الثاني وهو اعتبار الأنوثة. الزوجة لها الثمن نفس الشيء لوجود الفرع، والجدة لها السدس، والجد له أيضا السدس لوجود الفرع المذكر، وهدول سوا عصبة بالغير. فالمسألة أيضا من 24، فهنا 3 هنا 4 هنا 4، ضل عندي قديش؟ 13. تمام، ال 13 بدي اقسمها هنا على الابن والابن الابن وبنت الابن، حيكون في 3 رؤوس، اذا انكسار. فبنضرب في شو؟ في 3. تمام، فلما ضربنا في 3 المساله حتصير من كام؟ هي 60 72، وهنا في 3 30 39، وهنا في 3 12 في 3 12 في 3 9. لكن اجينا هان للاصل، لقينا هذا الاصل 48 وهذا الاصل 72. ايش في بين ال 48 وال 72؟ حنلاقي بيناتهم توافق، صح؟ توافق، لانه هذا عبارة عن 24 في 2، وهذا عبارة عن 24 في 3، صح ولا لا؟ هيها 24 في 3 24 في 2. فايش الحل؟ الحل اللي بتضرب هاي المسألة في 3 وهذه المسألة في 2 بالضبط، تعكسي الرقم المختلف، تعكس الرقم المختلف.
اضربي هاي المسألة في 2 وهاي المسألة في 3. بمعنى احنا ممكن من البداية نختصر، بدي احكي آلية تانية. هاي آلية انه نوحد الاصول، رحنا شفنا ايش في بين ال 48 لما حلينا حل طبيعي، وال 72 لقينا بيناتهم توافق، الاثنين بتوافقوا في ال 24 لانه هاي عبارة عن 24 في 2 وال 72 عبارة عن 24 في 3، فرحنا ضربنا عكسي للرقم المختلف مش لل 24. لكن احنا ممكن نعمل فكرة تانية، وهي انه هذه المسألة اللي فيها تباين في الاثنين وهذه المسألة اللي فيها تباين في الثلاثة، من البداية نشوف ايش في بين الاثنين والثلاثة حنلاقي ايش تباين، فبنروح ضربين المسألتين في 6 من البداية، لانه هاي مش ضربناها في 2 بعدين حنضربها في 3، فاحنا من الاول ممكن نضربها في 6. ونفس الشيء المسألة هذه من البداية بنضربها في 6، لأنه أنا هان ضربتها في 3 بعدين ضربتها في 2. يعني سواء قلت بهذه الطريقة طرق حسابية بسيطة، بمعنى سواء أنه تعاملت من البداية مع الأصول أنه 2 و3 تباين نضربهم ببعض فنضرب المسألتين في 6، أو روحي عالجي كل مسألة لحال بعدين قارني بين الأصلين، فالأمر لك، على كلا الحالتين حتكون النتيجة واحدة. فهنا نضرب ال 48 في 3 حيعطيني 120 و24، 144 هنا 144، و 72 في 2 برضو 144. طبعا لازم نضرب المسألة كلها، 39 في 2 هي 80 ونقصي 2 يعني 78، و 12 في 2 24، 12 في 2 24، و 9 في 2 18. طبعا هنا في 3 18 في 3 24 في 3 24 وفي 3 قديش في 3 2 78. ال 78 كيف بدها تتقسم؟ بالنص، يعني 35 39 39 تمام، 39 لا اللي كان موجود من قبل و 39 للحمل. تمام، الآن الخطوة التالية بنروح نقارن بين أسهم الحمل كذكر وأسهم كأنثى، ونحن قلنا بأننا نوقف للحمل الأفضل ونعطي باقي الورثة الأقل. فبنيجي للزوجة والجدة والجد، أنصبتهم ما بتختلفش، مين اللي بيختلف؟ الابن، ابن الابن يعني الموجود من قبل، والحمل، هدول اللي بيختلف أنصبتهم. فبدنا نروح للحمل، بدنا نتعامل معه على إنه أفضل، فبدنا إيش نوقف له شو؟ لأنه لاحظي هنا هذا الحمل الثمانية وسبعين حيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني قسم 78 على 3 26، يعني الأنثى 26 وهاي عبارة عن 52 الحمل، هذا الحمل تمام وهي الحمل. فالآن بنتعامل مع الحمل بالأفضل، يعني سنوقف له 52. أوه صح كلامك، آسفة. أوكي، إذا هي الحمل وهذه الأنثى اللي كانت موجودة من قبل، الابن عفوا اللي كان موجود من قبل يعني الذكر اللي هو إيش 52. فهي الحمل وهي الحمل، الحمل هنا قديش أوقفنا له؟ 39. فبالتالي بنخبي 39 وبنعطي باقي الورثة الأقل. مين الوارث اللي نصيبه حيختلف؟ فقط ابن الابن اللي كان موجود من قبل. ابن الابن اللي كان موجود من قبل يا إما 39 يا إما 52، فحنعطيه 39. فإذا تبين أن الحمل ذكر، يعني اللي أوقفناه خلص أخده، والابن اللي موجود كنا أصلا معطينه 39، بينما لو تبين أن الحمل أنثى قديش الفرقية ما بين ال 52 أو ما بين عفوا ال 26 وال 39 قديش؟
الفرقية 13 صح؟ ناقص 26 13. ال 13 هذه بنرجع بنعطيها لمين؟ لابن الابن الموجود، لانه ابن الابن الموجود احنا اعطيناه 39 فتبين انه بده 52، فبنعطيه بالاضافه لل 39 13 حيصير 52. وصلت؟ تمام. في اي استفسار؟ طيب ناخذ مساله اخرى. لو توفي عن مثلا بنت وبنت ابن وام واخت لاب، ام واخت لاب و زوجة ابن ابن حامل. تمام. يلا نشوف، حنعمل مسألتين. في عندنا مثلا بنت بنت ابن ام اخت لاب و ابن ابن ابن. المسألة الثانية بنت بنت ابن ام اخت لاب وبنت ابن ابن. بنحل حل طبيعي. يلا نشوف، البنت لها النصف وبنت الابن سدس تكملة للثلثين، والأم أيضا سدس، والأخت لأب محجوبة لوجود الفرع المذكر يا نعمة. فإذا ابن ابن الابن هو العصبة، فالمسألة من 6، فهنا 3، هنا 1 1، وابن ابن الابن أيضا له سهم 1. في هاي المسألة بنت الابن قديش؟ أيضا نصف. بنت ابن لها، البنت لها النصف عفوا، بنت الابن لها السدس تكمل للثلثين، والام ايضا سدس لوجود الفرع الوارث، والاخت لاب هي ايش؟ عصبه مع الغير، وبنت ابن الابن محجوبه. لماذا؟ لان بنت الابن استوفت و أكملت الثلثين مع البنت. تمام. فالمسألة من 6، هنا 3 1 1، كمان 1. فالآن بدنا نيجي نشوف أصول المسألتين، نفس الشيء ما اختلفش، معناته ما عندنا مشكلة. نيجي لمين؟ للحمل. فالحمل هي باعتبار الذكورة وارث، باعتبار الأنوثة غير وارث. فكيف بدنا نتعامل معه؟ نتعامل معه على انه وارث، فنوقف له سهم 1، بينما باقي الورثة كون انصبتهم بس اللي بيتغير او بيتأثر هو الاخت لاب، فاحنا بدنا نتعامل مع الاخت لاب بالأسوأ بالاقل، يعني لن نورثها، مش رح نعطيها ولا شيء. فعند مجيء الحمل اذا جاء ذكران خلاص ضلتها الاخت لاب طايرة ملهاش ولا شيء، والواحد اللي موقفينه بنعطيه للحمل لما يأتي. بينما لو جاء الحمل أنثى فسيتبين لنا أنه غير وارث، يعني الواحد اللي أوقفناه بنعطيه لمين؟ للأخت لأب. وهكذا تنتهي المسألة. إن
نشوف مثال آخر. مات عن أم حامل من غير الأب واثنين أخت لأب وعم شقيق. طبعا حنعمل مسألتين، في عندي هنا أم وعندي أخ لأم واثنين أخت لأب وعم شقيق، وهان أم. مفروض يا آمنة لاحظتي الشغلة وإحنا بنكتب في المثال، لاحظتي ولا لسه؟ إنه إيش؟ الأم مالها؟ نزلت. طيب ما لازم تنزل. إيش؟ لا مش هذه الملاحظة. ما لاحظتي شغلة؟ ما لاحظتي شغلة؟ يعني هذا مثال على الحالة الثالثة اللي لن يختلف فيها نصيب الحمل في حال عن حال أخرى. يعني هذه المسألة أصلا ما فيها إشكال، هاي المسألة ما فيها إشكال، ومع ذلك بنعالجها كالتالي. حل نهائي رح يكون لنا الأم سدس لوجود عدد من الإخوة والأخ لأم سدس واثنين أخت لأب ثلثين وهان عصبة، فالمسألة من ستة واحد واحد أربعة وبزيد واحد للعم. هان نفس الحل تماما، فالمسألة من ستة هنا أربعة واحد واحد. لاحظي معي، آسفة، أصلا هذا حيكون محجوب بالاستغراق، محجوب بالاستغراق، صح ولا لا؟ لأنه ما ضل له شيء، فالمسألة هيك بتكون انتهت. فنيجي للحمل، سواء قلنا ذكر أو أنثى، في الحالتين لن يختلف نصيبه، ونفس الأمر يقال بالنسبة لباقي الورثة. وبناء على ذلك بنقول بأنه مثل هذه الحالة التي لا يختلف فيها نصيب الذكر عن الأنثى لا إشكال في توريثه. تمام؟ ناخذ هاي المسألة. عندنا زوج وبنت وأخ لهم. ناخذ هاي المسألة. فبدنا يا نعمة تركزي انه هادي على طول يفترض من اول ما تشوفي الحامل من هي عساس تقدر تشوفي ايش الحمل اللي حيجيب لنا اياه، انه سيتأثر او لن يتأثر. يعني مثلا هاي مثال، نقول عنا مات عن زوجة وبنت، زوجة وبنت وأخ لأم وزوجة أب حامل. ونفس الشيء لو قلنا مثلا، يعني نفس الشيء إنه نفس الحالة، لو قلنا مثلا مات عن بنت، حنحل التنتين بنت وبنت ابن وأم حامل من أب الميت واثنين أخ لأب. نشوف المسألة هاي الأولى قبل. تمام؟ حنقول في عندنا زوجة وبنت وأخ لأم. فإيش رأيك صنفي لي المسألة، أو صنفي لي هاي المسألة من أي حالة ممكن تكون؟ حاولي يلا يا نعمة قبل ما نجاوب كده بالنظر، انظري للمسألة وحاولي تشوفي
قدرتي قدرتي، ما قدرتي مش مشكلة عادي. انت هلقيت قولي لي هاي تقريبا من اي حالة، بمعنى الحمل ايش وضعه في هاي الحالة؟ لن يختلف نصيبه في حالة عن اخرى. وهذه ايش؟ عصبة مع الغير، يعني نفس الاشي حيكون، بمعنى حياخد الباقي يعني الحمل، وبالتالي لن يختلف نصيبه. يا نعمة شفت هيك وقعة تانية، التالتة حتوجع شوي. ركزي معي نشوف. الزوجة التمن، البنت النصف، والأخ لأم محجوب لوجود الفرع، وهذا هو العصبة. المسألة من تمانية، هنا واحد وهنا أربعة، بضل ثلاثة للأخ لأب. نفس الشيء هان لو بنحكي الزوجة تمن، البنت نصف، وهذا محجوب، وهذه عصبة مع الغير. اجعلوا الخوات مع البنات عصبات، فعصبة مع الغير برضو من تمانية، هنا واحد وهنا أربعة، يبقى هنا ثلاثة للأخت لأب، اللي هي مين؟ الحمل، اللي هي إيش؟ الحمل. فلاحظي معايا، سواء الورثة أو الحمل لم يختلف النصيب، وبالتالي ما في إشكال في التوريث. عشان كده بنمشي بسرعة إحنا في هيك مسألة. والمسألة الثانية منيح إنك انتبهتي، جميل. المسألة الثانية نفس الفكرة، لذلك راح أجاوبها سريعا بدون ما أخذ مشاركات، وأقول البنت والأم طبعا حامل من أب الميت، يعني أخ شقيق، أو وطبعا واثنين أخ لأب، وهنا بنت، بنت ابن، وأم وأخ أو أخت عفوا شقيقة، واثنين أخ لأب. حنلاقي إنه لن يختلف نصيب الحمل سواء اعتبرناه ذكر أو أنثى. هنا نصف، لاحظوا معايا أنا سريعة في هاي المسائل باعتبار ما فيها إشكال، لذلك أمشي سريعا. ومع أني قررت أني ما أخذ تطبيقات على هاي الحالة، مع ذلك عساس حدا زي نعمة بده يقع ما يقعش، أنه مع ذلك مطلوب منا نحلها، بعدين نقارن وحنلاقي ما في عنا أي إشكال في التوريث، لذلك أسرعت في حلها. الأم سدس، والأخ هو العصبة، وهدول محجوبين، هنا نصف سدس تكملة للثلثين، والأم أيضا سدس، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير، فحتكون في قوة أخيها، إذا حتحجب من يحجبه أخوها، وبالتالي الإخوة لأب سيحجبون. المسألة من ستة، هنا ثلاثة واحد واحد، وقديش بضل؟ واحد للشقيق. بالنسبة للمسألة هاي نفس الفكرة، ثلاثة واحد واحد واحد، وهذا زيرو، فإذا ما في عنا إشكال بالنسبة للحمل. نيجي الآن للمسألة اللي بعدها، وهي أوكي نأخذ هاي المسألة. طبعا هاي المسألة اللي راح نأخذها حنأخذها ب تركة، يعني حنوزع تركة فيها. نقول مثلا مات عن زوجة وأم وبنت ابن، أو بنت ابن وأخت شقيقة، نقول هان اثنين، وزوجة ابن ابن حامل، وترك قدرها 7200. نيجي نحل مسألتين، زوجة أم، اثنين بنت ابن وأخت شقيقة، وابن ابن ابن.
مش هذا هو الحمل؟ تمام. واعتبار الأنوثة زوجة وأم واثنين بنت وأخت شقيقة وبنت ابن، اثنين بنت ابن طبعا، وبنت ابن ابن. تمام. نيجي نحل. يلا يا نعمة تفضل. الزوجة طمن لوجود الفرع الوارث، والأم سدس أيضا لوجود الفرع، وهدول ثلثين، وهي محجوبة بالفرع المذكر، وهذا هو العصبة. لاحظي هذا مش حيعصبهم لأنه أقل درجة، والأقل درجة ما بيعصبهم إلا إذا محتاجين لإله، هم يعني في غنى عنه. فالمسألة من 24، هنا 3، هنا 4، هنا 16، قديش بضل؟ 1. تمام. نيجي لهاي المسألة. الزوجة تمن والأم سدس وبنات الابن هدول ثلثين، وهادي عصبة مع الغير، صح؟ الأخت الشقيقة، أخت شقيقة هادي، وهدول محجوبين لأنه التنتين اكتملوا أو استكملوا الثلثين. تمام. فالمسألة أيضا من 24، فهنا 3، هنا 6، عفوا 4، آسفة، هنا 4، هنا 16، قديش بضل؟ 1 للشقيقة، وهذه 0، هي الحمل، هي الحمل. تمام. فالآن أول شيء بدنا نشوف أصول المسائل، نفس الشيء ولا لا؟ لقيناه نفس الشيء، فبدنا نروح نقارن. بنقارن ميراث الحمل كذكر وكأنثى، بنلاقيه في حال الأنوثة مش وارث، وفي حال الذكورة وارث، فنعده وارثا، نعتبره وارث. فبنروح مخبيين السهم اللي بيستحقه الحمل. بالنسبة لباقي الورثة، لاحظي الزوجة والأم وبنات الابن نصيبهم لم يختلف، بس اللي حيختلف الشقيقة، الأخت الشقيقة، فسنعتبرها غير وارثة بهذا الاعتبار بالأسوأ. نحن قلنا سابقا أننا نعامل الورثة بالأسوأ بينما الحمل بالأفضل. فعند مجيء الحمل ننظر، إن جاء ذكران استحق ما أوقفناه له وسقطت الشقيقة، بينما لو جاء أنثى تبين أنه غير وارث وما أوقفناه يرد للشقيقة. علم؟ تمام. نيجي الآن نقسم التركة. التركة بدنا نقسم ال 72,000 على ال 24، قسم هي قيمة السهم على 24 بيعطيني 300، هي قيمة السهم. فبنيجي للزوجة، الزوجة 3 في 300 يعني 900، الأم في 300 يعني 1200، بنات الابن التنتين 16 معناته الوحدة 8، يعني 8 للوحدة، 8 في 300 2400 للوحدة، للوحدة مش للتنين. والشقيقة هان 0، والحمل له 300. فإذا إيش اللي حنخبيه؟ حنخبي ال 300 زي ما قلنا قبل شوية. فهنا نفس الأنصبة مش حتختلف، هان 2400 للواحدة مش للتنتين، والشقيقة 300 والحمل 0. فإذا الفرقية عندي في 300 هي اللي بنخبيها. فزي ما قلنا، إذا جاء ذكرا أخذها وطارت الأخت، إذا جاء الحمل أنثى فهي اللي حتطير، بمعنى ملهاش ولا شيء، واللي أوقفنا لإلها ال 300 نردها على الشقيقة. نشوف في أي سؤال؟
مات عن أم وأب وزوجة ابن حامل، أم وأب وزوجة ابن حامل، وترك قدرها 3600. الآن يا جماعة بدنا نعمل ثلاث فرضيات قبل ما أبدأ فيها. يعني اليوم في محاكمنا قضية ميراث الحمل، حينما يورث الحمل أو يوقف للحمل، إحنا كل المسائل السابقة حتى في النظري اتعاملنا باعتبارين، يعني اعتبار الذكورة واعتبار الأنوثة. الآن بدنا نحل المسألة على ثلاث فرضيات، على فرض الذكورة وعلى فرض الأنوثة وعلى فرض الموت، وبدنا نشوف شو اللي حنوقفه للحمل. تمام؟ فركزوا معي شوية، أحل المثال هذا أنا لحالي، بعدين أنتوا بتحلوا على غراره الأمثلة أو التطبيقات الأخرى. حنعمل إذن ثلاث مسائل. المسألة الأولى بنقول على فرض الذكورة، وهان على فرض الأنوثة، وهان على فرض الموت. نشوف. على فرض الذكورة عندي أم وأب وابن ابن، وعلى فرض الأنوثة أم وأب وبنت ابن، وعلى فرض الموت أم وأب. تمام؟ نشوف. على فرض الذكورة الأم حنعطيها سدس، والأب سدس لوجود الفرع المذكر، وهذا هو العصبة. فالمسألة من ستة، فهنا واحد وهنا واحد وهان أربعة. تمام؟ على فرض الأنوثة الأم أيضا سدس، وهان سدس زائد عصبة لوجود الفرع المؤنث، وهذه هي النصف. فالمسألة أيضا من ستة، واحد وهان ثلاثة، قديش بضل؟ واحد زائد واحد، صح ولا لا؟ الواحد اللي هو السدس والعصبة الباقي. تمام، يعني اثنين هنا للأب. على فرض الموت الأم لها الثلث، وهذا هو العصبة. فالمسألة من ثلاثة، هنا واحد وهنا اثنين. فالخطوة الثانية اللي بنعملها قبل ما نعمل قيمة السهم، بنروح نقارن بين أصول المسائل. فعندي ستة وستة وثلاثة. الستة والثلاثة إيش في بيناتهم؟ تداخل. تداخل مش تباين. فمعناته بدنا نخلي الكبير هو أصل للمسائل الثلاثة، فحنخلي الستة زي ما هو. يعني المسألة الأولى والثانية مش حنشتغل عليها، باعتبار شو؟ أصلها هو الأصل الكبير، والثلاثة داخلة فيها، فبنروح ضربينها في اثنين. من وين جبنا الاثنين؟ ستة على ثلاثة. ستة على ثلاثة، مش قلنا لما يكون في تداخل قسم الكبير على الصغير، فالناتج اضربيه في السهم أو الأصل الصغير. فحتصير المسألة هذه من ستة، الأم إلها اثنين والأب إله أربعة. فلاحظي معايا، بدي أنزل هدول على أساس يكون نفس المستوى، نفس الشيء. يعني ما عملت شيء، هنا اثنين وهان واحد، هان أربعة وهان واحد وهان واحد. إذن المسائل كلها من ستة. فبدي أطلع قيمة السهم. قيمة السهم 3600 على ستة، صح ولا لا؟ على ستة، أستخدم الأزرق هنا، على ستة بيعطيكي قديش؟ 600. تمام؟ هذا قيمة السهم. على فرض الذكورة الأم إلها 600، والأب إله كمان 600، والحمل هذا هو الحمل، والحمل إله قديش؟ 2400. تمام؟ على فرض الأنوثة الأم إلها 600 والأب إله 1200. صرنا عارفين من وين جايبين الأرقام هاي، ضربنا الاثنين في قيمة السهم، بس يعني شغلة مش جديدة. وبنت الابن اللي هي الحمل إلها 900، عفوا آسفة 1800، لأنه 3 في 600 1800. على فرض الموت الأم إلها قديش؟ 1200، والأب إله قديش؟ 2400. تمام؟
الآن شو الحال؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا ننظر ونقارن. القول اللي احنا بنشتغل عليه شو بيقول؟ آية نعمة شو بيقول؟ إنه الحمل نعامله بالأفضل وباقي الورثة بالأقل. وهذا يعني إنه الأم هنا يا 600 يا 1200، معناته بدي اعتبرها 600، بمعنى بدفع لها لأنها موجودة، بدفع لها بعطيها 600. بنيجي للأب، الأب 600 أو 1200 أو 2400، بعطيه برضو إيش؟ بدي أعطيه الأقل 600. تمام؟ طيب حلو. طيب الآن نيجي للحمل، الحمل يا إما زيرو ميت يعني، أو 1800 كأنثى أو 2400 كذكر، فأنا بدي أوقف له 2400 وننتظر مجيئه. وطبعا انتظارنا قد يطول وقد يقصر، إذا كان الحمل في بدايته بدي أستنى 9 شهور، إذا كانت الحامل عدها ولدت فإذا أو عدها وضعت جنينها فحينها ربما أنتظر أيام قليلة. وبناء على ذلك لما يأتي الحمل بشوفه، يا ترى إجا ابتداء عايش ولا ميت؟ ها إذا أصلا ميت، ونحن اتفقنا أن الحمل حتى يرث لابد أن ينفصل عن أمه حيا حياة مستقرة، والحياة تعرف بكذا وكذا وكذا، وبالتالي إن جاء الحمل ميتا، انفصل ميتا، في هذه الحالة الألفين وأربعمية لمخبينها بدنا نروح نعطي منهم الأم 600 باعتبار هي ماخدة 600 وتبين إنها بتستحق 1200، فبنعطيها 600، والألف وثمانمية بنعطيهم للأب لأنه الأب معطينه من قبل 600، فعلى فرض الموت هو بيستحق 2400 فبنعطيه 1800. هذا إن جاء الحمل ميتا، إن ولد ميت. بينما لو انفصل حيا حياة مستقرة، هنا نفرق، يا ترى ولد ولا بنت، ذكر ولا أنثى؟ فإن جاء ذكرا استحق ما أوقفنا، يعني بنعطيه 2400 لمخبينهم، والأم والأب ما احنا دافعين لهم 600 فخلص، فكانت قسمتنا خلاص هيك انتهت وبنرجعش للأم والأب. بينما لو جاء الحمل أنثى، فالأم من البداية ماخدة 600، يعني خلاص ملهاش إشي عندي، والألفين وأربعمية اللي مخبينهم تبين إنه الحمل بيستحق 1800، يعني قديش بضل؟ 600. بنعطيها لمين؟ للأب، باعتبار إحنا معطينه 600 وتبين الآن أنه يستحق 1200، يعني فضل له 600، الحمل 1800. تمام؟ تمام. طيب ناخذ كمان مثالين وننهي محاضرتنا. وصلت فكرة انه نورث على 3 فرضيات؟ هي مش صعبة، لكن الاشكال عندنا في توحيد الاصول ليس الا، وهذا المثال كان سهل ما بدوش اشكال في توحيد الاصول. الان حناخذ مثال اخر ربما يفرق معنا شوي، نشوف. أنا عادة لما بدي أسألك وأجيب لك سؤال دائما دائما حلي فرضيتين إلا إذا أنا طلبت منك 3 فرضيات، بمعنى طالما ما طلبت منك 3 فرضيات حلي فرضيتين. بالضبط. بس احنا كطلاب علم لازم نكون عارفين كيف بدنا نحل على 3 فرضيات، لذلك احنا بنطبق عليهم. مات عن زوجتين، واحدة حامل والاخرى غير حامل وابن، اذا توفي عن زوجة حامل واخرى غير حامل وابن، وترك قدرها قديش؟ 1356.
طبعا حنقول هان اثنين زوجة واثنين ابن، صح ولا لا؟ تمام. وهان عندي اثنين زوجة وابن وبنت، وهان اثنين زوجة وابن. تمام. يلا نشوف. هان اثنين زوجة الهم الثمن، وهدول هم العصبة، فالمسألة من ثمانية، هان واحد وهان سبعة. لاحظي معايا هان اثنين وهان اثنين، صح؟ تمام. فإذا بنروح ضربين المسألة في اثنين. طيب نيجي لهاي المسألة، ثمن وهاد عصبة بالغير، واحد وسبعة، المسألة برضو من ثمانية، فسبعة وهان ثلاثة. فلاحظي معايا اثنين وثلاثة، نشوف الثالثة قبل عساس نضرب مرة واحدة. اثنين زوجة ثمن، طبعا لاحظي معايا هنا في اثنين برضو نسيناها، صح؟ الواحد والاثنين اثنين، فاثنين زوجة ثمن والابن هو العصبة، فهنا من ثمانية الزوجات لهم واحد وهان سبعة، طبعا في انكسار لأنه الواحد والاثنين. تمام. حلو. فلاحظي معايا هان اثنين وهان في اثنين وهان في اثنين، فحناخد واحدة من الاثنينات الثلاثة أو الأربعة والثلاثة، اثنين والثلاثة تباين، فبنروح ضربين كل المسائل في ستة. عرفنا كيف ضربناهم كلهم مرة واحدة بدل ما نروح نضرب كل مسألة ونرجع نضرب مرة ثانية، فبنروح ضربين المسائل كلها في ستة. ما تقولي لي من وين اجت الستة، لانه هان يفترض اضرب في اثنين وهنا بضرب في ستة وهنا بضرب في اثنين، لكن انا باعتبار لازم اوحد الاصول جميعها، فانا من البداية رحت وحدت بين رؤوس المسائل او اصول المسائل، فضربنا في ستة، تمانية في ستة تمانية واربعين، ستة في واحد ستة، وسبعة في ستة اثنين واربعين، حيكون هان عندك الحمل 21 والابن اللي كان موجود من قبل 21. تمام. الآن حنضرب هاي المسألة أيضا في شو؟ في ستة، يعني 48 هان 42 وهان ستة. فلاحظ الزوجتين كل واحد ثلاثة، فيش مشكلة. وهان ال 42 كيف بدي أقسمها؟ 16 وقديش؟ طبعا مش صحيح، مش صحيح، لا حيكون 14 و 28 صح؟ 14 و 28 هي 14، هذا لمين؟ للحمل اللي هو أنثى، و 28 اللي هو الابن اللي كان موجود من قبل. نيجي لهذا أيضا نضربه في 6، حتصير من 48 هنا 42 وهي 6. فنيجي نطلع قيمة السهم قسميه على 48، قديش بيعطيني؟ 1356 على 48 مالك؟ طبعا مش صحيح كلامك، احسب انا. الله يهديكي. خلص خلص، اذا قلنا 1356 تقسيم 48 بيعطيني 28 وربع، بدنا نعتبره 28 كده تجاوزا 28. تمام. فالآن لاحظي معايا قيمة السهم 28، الزوجات اضربي 6 في 28 على 2 عساس تطلعي للزوجة الواحدة، تمام، إلا هو 3 في 28 على السريع طلعي لي، ولا كمان بدك تغلطي؟ قديش؟ 4، يعني الزوجة الواحدة إلها 84. طيب الحمل والابن هما الاثنين إلهم 42، الواحد 21، معناته بدنا نضرب 21 في 28، 21 588 لكل واحد فيهم، هما اثنين. تمام.
نيجي للزوجة الواحدة نفس الشيء، هان 84 للواحدة. طب الحمل 14 في 28، اضربي لي 14 في 28. 392. طيب الابن الموجود 28 في 28، 28 في 28 704. تمام. طيب نيجي هان الزوجة الواحدة زي ما قلنا نفس الشيء 84، الابن هان 42 في 28، 42 في 28 1176. خليكم معايا هلقيت نشوف وين الحمل. ابتداء بنقول نفرق بينما إذا ولد الحمل حيا أو ميتا. ابتداء فإن جاء ميتا إذا بالتأكيد ملوش ولا حاجة، وهذا يعني إنه إحنا في البداية قبل ما نقول إذا جاء أو ما جاءش، يعني من البداية بنعطي الورثة النصيب الأقل ونوقف للحمل النصيب الأكثر يا نعمة. وبالتالي وين الأفضل؟ هي الحمل هان 588 وهان 392، مين الأفضل؟ بالتأكيد 588 بنخبيها. بالنسبة لباقي الورثة الزوجات مش حيفرق معهم، اللي حيفرق معاه الابن اللي موجود. فالابن اللي موجود يا إما برضو 588 وإما 784 وإما 1176، فهنعطيه الأقل اللي هو 588، نعطيه وبنعطي الزوجة الوحدة 84. بعد كده ننتظر مجيء الحمل، فإن جاء حيا نفرق بين كونه ذكر أو أنثى. إذا جاء حيا بدنا نشوف يا ترى هو ذكر ولا أنثى، فإن جاء ذكرا معناته خلاص استحق ما أوقفناه له وكانت قسمتنا نهائية وخلصنا، بينما لو تبين أنه أنثى فالخمسمية تمانية وتمانين اللي مخبينها منها بنعطي للحمل 392، واللي بيضل اللي هو 8 يعني حوالي 196 تقريبا أو 296 بنعطيهم لمين؟ للابن الموجود على أساس يصير 588 أو على أساس يصير عفوا 784. طب لو أصلا الحمل جاء ميتا شو بدنا نعمل؟ فإحنا المبلغ اللي مخبينه كله بنعطيه للابن وخلصنا، جميع المبلغ نعطيه للابن باعتبار إنه الحمل أصلا لم يأتي حيا. ناخذ مثال أخير بعين الله تحملوني على أساس تثبت معلوماتنا. تمام، ناخذ مثال أخير وبه نختم بإذن الله. نقول مثلا مات عن زوج وأم حامل، طبعا أم وأم حامل من أخ أو من أب عفوا الميتة، وترك قدرها 960 فرض الذكورة والأنوثة والموت. يلا نشوف على السريع، عندنا زوج وأم أم وأم وعندي أخ شقيق، زوج أم 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 وزوج وأم طبعا هان أخت شقيقة
تمام، وزوج وأم، أم وأم، تمام. على السريع، الزوج له، وهي محجوبة بالأم، والأم لها التلت لأنه الإخوة واحد، صح؟ وهذا هو العصبة، فالمسألة من ستة. فالزوج له قديش؟ تلاتة، وهان زيرو، وهان اثنين، بضل قديش؟ واحد للشقيق. الزوج هنا نصف، وهي محجوبة، وهي سدس، وهذه ايش؟ نصف. الأخت الشقيقة نصف. آسفة، صح كلامك. والأم تلت، والشقيقة نصف، فالمسألة من ستة لكنها عالت لتمانية، صح؟ إذا صارت من تمانية. المسألة هذه الزوج له النصف، وهي محجوبة، وهي تلت. تتذكروا زمان لما حكينا عن مسائل الرد، قلنا إذا كان في عندي فريق واحد من الورثة مع أحد الزوجين، فإننا نجعل أصل مسألة أحد الزوجين أصل للمسألة، وبنعطي الزوج سهمه زي ما هو، والأم بتاخد إيش؟ الباقي، صح ولا لا؟ تمام. فلاحظي هلقيت عندي الأصول مختلفة، هنا ستة، وهنا تمانية، وهان اثنين، الاثنين دخلة فيهم فانسيناها. فبدنا نشوف الستة والتمانية ايش في بيناتهم؟ توافق. فبنروح ضربين، هادي في أربعة، صح؟ وهادي في ثلاثة، وهادي حنضربها في شوف 12 اللي هي الثلاثة في أربعة، تمام؟ عرفنا كيف اجت هاي؟ تمام. فهنا على اساس بدنا هدفنا نخلي الاصول زي بعضها، هي 24 وهنا 12 وهنا 4 عفوا اسفه، هذه صفر، فكرتها 6 اعطيتها 24. اذا هان 0 وهان في 4 يعني 8 وفي 4 4، هنا في 3 حنضرب يعني برضه من 24، هنا 9 هنا 0 وهنا ستة وهنا تسعة. طيب هان حنضرب في 12، هاد 12 وهادي صفر وهاد 12. فنيجي لقيمة السهم، حنقسم على 24 بيعطيني 40. فنيجي للزوج، حنضرب 12 في 40 بيعطيني قديش؟ هاي 480. 480، وهان الأم 8 في 40 يعني 320، والشقيق اللي هو الحمل 160، هاي الحمل. نيجي لهان 9 في 40 يعني 360، وهان 0، 6 في 40 يعني 240، والحمل 9 في 40 يعني 360. نيجي للزوج، هان 12 في 40 يعني 480، وهذه 0 والأم 480، تمام؟ طيب الآن بنروح نقول إنه بدنا نعامل الحمل بالأفضل وباقي الورثة بشو؟ بالأقل. فالحمل عندنا الأفضل في عندي إما 160 أو 360، إيش الأفضل؟ بالتأكيد 360، بينما باقي الورثة بنعاملهم بالأسوأ. فالزوج هان 480 وهان 480، لكن هنا 360، فبنعطيه 360. بالنسبة للأم هنا 320 وهنا 240 وهناك 480، فأكيد الأقل 240، بنعطيها 240. ثم ننتظر مجيء الحمل. فإن جاء الحمل ذكران فبنعطيه 160، والمتين بنعطيهم لمين؟ لا الزوج بنعطيه قديش؟
لا بضله زي ما هو الزوج. الزوج بنعطيه 120 من ال 280 بنعطيها للام. الزوج 120 وال 80 بنعطيها للام. بينما لو جاء الحمل ميتا فاصلا اللي اوقفناه للحمل اللي هو 360 كلهم بنعطيهم للام، لانه الام احنا معطينها اقل شيء وهو قديش 240، فبنعطيها اللي موقفينه عساس يصير نصيبها 420. تمام 480 اسفه. تمام، هذا ما يتعلق بموضوع محاضرتنا لهذا اليوم. المحاضرة القادمة بإذن الله سنطبق حول مسائل الخنثى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.